استضاف الصالون الثقافي بدار الأوبرة المصرية ندوة بعنوان من سيكتب دستور مصر القادم. شارك في الندوة المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة التشريع بمجلس الشعب، والأستاذ أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب، والأستاذ دكتور محسن راضي وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، والفقيه الدستوري أستاذ عصام الإسلامبولي. أدار الندوة الكاتبة الصحفية سوسن الدويك. بعتقد اللي هيكتب دستور مصر هو شعب مصر، حتى الاختيار بتاع لجنة المية اختيار يعبر عن شعب مصر، حتى لجنة المية عندما تكتب وتصيغ الدستور ستعبر عن شعب مصر، حتى عندما تحرك هذه الصياغة للتداول بين الناس سيناقشها شعب مصر، حتى عندما تعرض للاستفتاء الذي سيختار وسيفتى عليه هو شعب مصر، فبالتالي شعب مصر هو الذي سيصيغ هذا الدستور. كل دساتير العالم وكل العالم يتفق على قاعدة واحدة، الدستور هو دائما أولا، لأن الدستور هو الذي ينشئ السلطات، وهو وعاء السلطات، هو اللي يحدد اختصاصاتها، يحدد وسائل رقابتها، يحدد مدتها. أيضا الدستور بيبقى وثيقة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب والسياسية، وبالتالي الدستور يبدأ هو اللي يحدد الطريق، هو اللي يحدد الاختصاصات، هو اللي يحدد كل شيء. عايزين نقول للشعب المصري أنت طلعت وكافحت وقلت كلمتك في الانتخابات، ثق في هؤلاء الناس الذين وضعت فيهم ثقتك وراقب عملهم، لأن مفيش مؤسسة في الدنيا بتعمل بدون رقابة حتى مجلس الشعب، وراقب عملهم إذا وجدتهم أنهم يقومون بتحقيق الأمال والطموحات التي انتخبتهم من أجلها فهم جديرون بثقتك، أما إذا لم تجدهم يحققون هذه الأمال والطموحات يبقى هم غير جديرين، بس بشرط أنك أنت ما تجيش النهاردة تطلب مني النهاردة أن أنا في غزر في شهر أن أنا أصلح تراكمات 30 سنة، اديني فرصة وأنا بطلب حكومة تقدم برنامج زمني وتقول مشكلة كذا ستنتهي في كذا ومشكلة كذا ستنتهي في كذا ومشكلة كذا. أنا أعتقد أن الحكومة لو طلعت ووضعت هذا البرنامج الزمني، حتى لو قلت لي أن مشكلة مثلا زي مشكلة التعليم مش هتتحل إلا بعد 5 سنين هبقى أصبر، بحيث أن أنا أشوف ألاقي تحسن وألاقي أوضاع ألمسها على الأرض أحس بيها والمسها بإيدي تدل على أنك أنت ماشي في الطريق السليم. ناقشت الندوة وضع الدستور المصري في المرحلة القادمة ووضع المرأة المصرية في هذا الدستور والانتخابات الرئاسية القادمة وبعض الموضوعات الهامة الأخرى. أشرف عبد الوهاب، لنهارك سعيد.